ثم قال الله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما شيء إنسان في الدنيا اللي ما مهتدي، كلها الناس مهتدية كلهم، حتى عاد وثمود. تعال الله إيش يقول؟ يقول: فأما ثمود فهديناهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لكن الهداية تنقسم إلى نوعين: هداية دلالة، الدرب من هنا يدليك، يعني يقول لك الطريق من هنا، هذا اسمها هداية دلالة، هذا اللي يعنيها الله إنا هديناه السبيل، اللي هي هداية الإرشاد، دلاكم الطريق وبين لكم أن الدرب حال رضايا وجنتي منها الصور. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق، يعني إن قلبه يحب هذا الطريق ويده ورجله يسير في هذا الدرب إلى نهايته، هذا هداية إيش اسمها؟ هداية التوفيق. وهذا اللي الناس مختلفين فيها، حد مهتدي وحد ما مهتدي. هداية التوفيق من الناس من اهتدى فيه إليها، ومن الناس من لم يهتدي. لكن هداية الإرشاد والدلالة حاصلة ولا ما حاصلة؟ كل الناس مهتدي هداية الإرشاد والدلالة. إنا هديناه السبيل، قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. ومرة يجي يقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مرة يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومرة يقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية إيش؟ إرشاد، إرشاد دلالة. لا تهدي من أحببت، هداية إيش؟ التوفيق. يقول اللي ما يهدي، اللي ما يهدي الرب ما يهدي، ما يهدي القبر. هذه هداية التوفيق، هداية التوفيق. ما كل حد موفق أنه هو يصير في درب الله. إذا قلبه توجه لله الله بيوجهه إليه، قلبه ما متوجه الله بيوجهه. قال الله: والذين اهتدوا زادهم هدى، يعني وجه قلبه إلى الله وجهه إليه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وجه قلبك يوجهك ربك. قلبك ما متوجه ما بيتملق لك سبحانه وتعالى، سبحانه هو الغني. فاللي يتسبب حل هداية الله يهديه. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، تسبب النتيجة فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، تسبب فسنيسره للعسرى. فليقبل. بعض الناس يقول: الله ما هداني، كيف يعني تبقى جبريل ينزل لك مرة ثانية يعني وينزل عليك وحي من جديد، ولا من مقصد كيف يعني الله ما هداك، كيف يعني الله ما هداك؟ قال بعد: ما مهتدي فرعون واهتدى، انت ما اهتديت. فرعون أرسل الله تعالى موسى يهديه وعرف الحق والصواب. انت الله ما هداك؟ ما شيء انسان ما هداه الله، ما دام موجود عنده عقل وسمع وبصر فهو مهتدي. لكن عاد في قلبه شوية عناد، هذا امر اخر، عاد معاند ويتعذر لك، يقول: الله ما هدانا. الله هادنك لكن انت وحدك متشيطن، واحسن لك شوية تشد حيلك وتصلب عمرك شوية وتسلك درب الصالحين، ترى الدنيا قصيرة وحياتها حقيرة والآخرة آخرة اسمها.